عندما كان هذا الشاب يجمع بقايا الرخام اعتقد البعض أن الجنون قد أصابه، لكن بالنسبة للمعني فعله هذا هو عين العقل والصواب وبداية شق الطريق نحو تحقيق مشروعه المتمثل في إنتاج مختلف أنواع حصى الرخام التي تستعمل في التزيين والبناء والتي تستورد بالعملة الصعبة. ما تشوفوا هذا اللي شيت اللي كانوا الناس واحد الوقت يشوفوني نجمع ونجيب فيهم يقولوا هذا إنسان مهبول، هذا خارج عقل، هذا واش راه يدير. بصح أنا كان عندي هدف وصلت ليه الحمد لله بالصبر، كيما راكم تشوفوا هاد الشيت هادو اللي عطونا النتيجه، عطونا هذيك الغبره اللي كنتو تشوفوا فيها، عطونا الجراف لهذا اللي يتشرى بالعمله الصعبه. بعزيمه تضاهي جبال بقايا الرخام هذه وباراده قويه استطاع ابن قريه قره ببلديه الهاشميه بولايه البويره تجسيد مشروعه. غبره الرخام حاجه يعني ثمينه تستعمل في مواد البناء، بزاف ناس يستعملوا بها وكاين ناس بزاف ما يعرفوهاش. ثاني انا صنعت هذه الماشينه، جبتها خدمتها، راهي دوك تنتج، نجيب لها لاشيت كيما راكم تشوفوا ليه، وراها تعطينا في المنتوج هذا. المنتوج هذا يجيبوا فيه من الخارج بالعمله الصعبه وغالي غالي، ومش كاع الناس تعرفوا خاطرش غالي، مش اي واحد يستعملوا. احنا لهنا ان شاء الله راه محلي، رانا نديرو في الريسيكلاج هذا في رسكلة المواد هذه. بإمكانية بسيطة ووسط ظروف صعبة استطاع هذا الشاب بداية مشروعه وهو يحلم الآن بتوسيعه. أنا يعني في هذه المادة يخصني دعم، لو كان عندي دعم نروح نطور المادة هذه ونوسع المشروع تاعي، وكذلك نتصل بطالة ماذا بي نستفيد من عقار صناعي إن شاء الله. هي قصص من قصص التحدي والنجاح، وكثيرا ما يكون مفتاح النجاح فكرة بسيطة.